السلام عليكم طلاب. مختبرنا اليوم إن شاء الله هو البولينج بوينت أو ديترمينيشن البولينج بوينت، درجة الغليان. طبعا درجة الغليان هي صفة فيزيائية المن للمواد العضوية السائلة، مادة عضوية نوعها سائلة إلى غليان ما تشبه غيرها. إذن هو هم صفة تعريفية للمادة العضوية السائلة من جهة، وهم صفة تعرفنا إنه المادة العضوية نقية أو غير نقية. هسه بالخلال المحاضرة راح نعرف شو تأثر الامبيورتيز أو الشوائب على درجة الغليان. لازم البداية نعرف هو شنو معناه درجة الغليان. درجة الغليان هنا أنا مطلتكم إلها تعريفين. التعريف الأول إنه هي درجة الحرارة اللي تساوى بيها ضغط السائل ويا الضغط الخارجي أو ضغط الأوتموسفير. درجة الحرارة اللي يساوى فيها ضغط السائل ويا من ويا ويا ضغط الاتموسفير او الضغط الداخلي يساوي بيه ويا الضغط الخارجي. او تعريف ثاني هي درجة الحرارة لتحول المادة العضوية السائلة من الحالة السائلة الى الحالة الغازية. اي واحد تذكروه بالامتحان او بالكويز هو صحيح. لو تشوفون هاي الثلاث كوابة ياهو بيه اللي تمثل درجة الغليان. طبعا هاي ما تمثل درجة الغليان، مي واصل درجة حرارة 90 ما تمثل درجة الغليان. ليش؟ لان عندي ضغط السائل ما متساوي ويا ضغط المحيط بالسائل. اما هاي المي واصل للمية، بس ليش احنا اخذناها مية؟ لان هي درجة الحرارة بالمية وصل الضغط الداخلي السائل مساوي للضغط الخارجي، او الضغط السائل مساوي للأوتموسفير. أما هذه أكثر من 100 لكن الضغط الداخلي للسائل صار أكثر من الضغط الخارجي للسائل. إذن لا المرحلة الأولى أعتبرها درجة غليان ولا المرحلة الأخيرة. اللي يعتبرها درجة غليان الحالة بالوسط اللي تساوت بيها الضغوط. طبعا درجة الغليان تعتمد على عدد من الأمور. أولا تعتمد على الضغط الخارجي، تعتمد على الشوائب. ليش؟ لأن الشوائب تزيد من درجة الغليان. على سبيل المثال الماء المقطر درجة غليانه 100، الماء الطبيعي عادي كله 100، بس من نضيف له شوائب مثل أملاح مثل غيرها شو تسوي؟ تزيد درجة غليانه. يعني بدل ما تصير 100 تصير احتمال 100 105 110، يعني أكثر من 100. إذن درجة الغليان تتأثر بالشوائب. درجة الغليان تزيد بوجود الشوائب لأي سائل. كذلك درجة الغليان تتأثر بمن؟ بعامل ثاني اللي هو المولكولر ويت، تتأثر بالوزن الجزيئي. كل ما زاد الوزن الجزيئي كل ما زادت درجة الغليان. نانا هاي العوامل اللي تأثر على درجة الغليان. أول واحدة ذكرناها احنا الضغط. كل ما زاد الضغط زادت بيا درجة الغليان. يعني مثلا شنو؟ الماء المقطر درجة غليانه بالاتموسفير او بالظروف مثلا 100، اذا ازيد له الضغط ازيد الضغط عليه راح تزيد درجة الغليان. اقلل الضغط تقل درجة الغليان دون 100. المولكولر ويت كل ما زاد الوزن الجزيئي زادت درجة الغليان. يقلل أقل درجة الغليان. يعني مثل عندكم مركب عضوي متكون من 3 ذرات كربون. هذا المركب العضوي هو سلسلة طبيعية بي بس 3 ذرات كربون ودار مدارها هيدروجين. لنفرض انه الوزن الجزيئي مالته سين، وعندكم نفس المركب ايضا 3 ذرات كربون بس مو كلهن هيدروجين، قسم بيهن اكسجين او نيتروجين. بهالحالة راح اسميه مثلا هذا صاد. بالحالة صاد الوزن الجزيئي مالته اعلى من الوزن الجزيئي مالت سين. اذا درجة الغليان الحالة الثانية او مال الصاد تكون اعلى من الوزن الجزيئي مالت الحالة الاولى اللي هي سين. البولاريتي القطبية، كل ما زادت القطبية لاي مركب عضوي زادت وياها شنو؟ زادت وياها درجة الغليان. البراتشنج